بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا لا أقول إن الذنب ينبغي أن يرتكبه الإنسان، معاذ الله، ولكن من جبلة الإنسان أن الله أودع فيه الشهوات، ففي أي غفلة عن الله قد تغلبه نفسه. ولكن بادئ ذي بدء أبين لكم وللإخوة المستمعين أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك بالله، وهناك ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله، وهناك ذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. هذه معاني نعم. دقيقة وجد حساسة. نعم. نعم. لنبدأ بالذنب الذي لا يغفر. لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا أجمع علماء التفسير على التعقيب التالي: ما لم يتوب، لو أن الذي أشرك بالله تاب قبله الله عز وجل. العبرة ألا يموت مشركا. والحقيقة هذا المعنى يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن الله لا يغفره؟ يعني ضاقت رحمة الله عن أن يغفر ذنب المشرك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. رحمة الله وسعت كل شيء. لكن إنك إن أردت أن تذهب مثلا إلى طرابلس، وهناك مبلغ كبير وعدت أن تأخذه، لو ركبت سيارة وهناك عدة متاعب في أثناء هذه السفرة، هذه المتاعب مقبولة، لكن السيارة في الطريق إلى طرابلس، وسوف تأخذ المبلغ هناك. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب سيارة تتجه إلى صيدا. من هو المشرك؟ اتجه إلى غير الله. غير الله ما عنده شيء، لا عنده عطاء، ولا عنده توفيق، ولا عنده قبول، ولا عنده شيء. فكأن الذي يشرك يتجه إلى جهة لا تملك شيئا. إنسان مريض مرض شديد ينبغي أن يتجه إلى مستشفى كي يعالج، أما إذا اتجه إلى معمل، المعمل لا يعالجه. فمعنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنك إذا اتجهت إلى غير الله كيف تنتظر من الله العطاء؟ إنك متوجه إلى غيره، ترضي غيره، ترجو غيره، تخاف من غيره، تعقد الأمل على غيره، إن هذا الطريق مسدود. فليس المعنى جبري، لكن المعنى تقريري، أنه إذا اتجهت إلى غير الله لن تجد شيئا. فالذي تتجه إليه لا يملك أن يغفر لك الذنب. يعني مرة أحد الخلفاء دخل إلى الحرم المكي والتقى بعالم جليل، قال: سلني حاجتك، يعني تقربا إليه. قال: والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج البيت قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: أدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة، حاجتي بلوغ الجنة. إذن الإنسان حينما يتجه إلى غير الله يتجه إلى لا شيء، وهذه مشكلة المشرك. يعقد عليه الآمال، يرجو رحمته، يخشى عذابه، ينتظر عطاءه، فلما وصل إليه وجده لا شيء. هذه الحالة في علم النفس خطيرة جدا، اسمها حالة الإحباط. هؤلاء المشركون حالاتهم حالات إحباط مستمر، فكلما اتجهوا إلى غير الله خاب ظنهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لذلك هذا الذي يدعو الله هو حتما مؤمن بوجوده، هو حتما مؤمن أنه يسمعه، هو حتما مؤمن أنه قادر على تلبية طلبه، هو حتما مؤمن أنه يحب أن يلبي طلبه. إيمان بوجوده وبسمعه
وبقدرته وبرحمته. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لأنكم تدعون الله فالله يعبأ بكم ويغفر لكم ويقربكم، أما الذي يدعو غيره يتجه إلى لا شيء، هنا المشكلة، فهذا الذنب لا يغفر. ليس معنى هذا أن هذا الذنب لا يتاب منه، يتاب منه، إذا تاب الإنسان من الشرك غفر الله له، أما أن يبقى مصرا على شركه وتغفر ذنوبه هذا هو المستحيل. إذن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، هو الشرك ما لم يتب منه الإنسان. هنا ينطبق القول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قول رسول نعم. الله صلى الله عليه نعم. وسلم. أما الذنب الثاني هو الذنب الذي لا يترك. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. وحينما تقرأ القرآن الكريم تعجب من كلمة من يغفر لكم من ذنوبكم، ومن للتبعيض، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، أما بعضها الآخر لا يغفره الله إلا أن تؤدي هذا الحق إلى صاحبه أو يسامحك هذا الذي له عليك الحق. لذلك وقع المسلمون في وهم خطير، يظن أحدهم أن يفعل المعاصي ما شاء، ثم يذهب إلى الحج وفي الحج يتوهم أن الله غفر له كل ذنوبه. من قال لك ذلك؟ في الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي القيام وفي التوبة وفي الهجرة، هذه كلها مناسبات أن يعود الإنسان كيوم ولدته أمه من الذنب الذي بينه وبين الله فقط. الحج، العمرة، صيام رمضان، قيام رمضان، الهجرة، التوبة النصوح، هذه كلها نعم هذه كلها مناسبات للمغفرة، نعم. ولكن ما كان بينك وبين الله فقط. أما ما كان بينك وبين العباد الذنب لا يغفر إلا أن تؤديه لصاحبه أو يسامحك به صاحبه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي على أحد صحابته الكرام وهم قمم البشر يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه، إلا أن يقول أحدهم: علي دينه يا رسول الله. وفي إحدى المرات أحد الصحابة الكرام سأل: أعليه دين؟ قالوا نعم، قال: صلوا على صاحبكم. فلما قال أحدهم: علي دينه يا رسول الله، صلى عليه. سأله في اليوم التالي: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الرابع: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. يا أخ زياد، هذا الذي قدم روحه في سبيل الله، هل يملك الإنسان أثمن من روحه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الذي بحق أبداً الآخرين. أبداً. هذا الوهم الذي يقع فيه معظم المسلمين أنه يذهب إلى الحج فيعود كيوم ولدته أمه، والله هذا وهم خطير جداً. حقوق العباد لا بد من أن تؤدى تامة غير منقوصة، هذا الذنب الذي لا يترك. وهناك تفاصيل فقهية، إذا كان الإنسان يؤدي دينا منتظما على مدة طويلة هذا لا يعتبر من المقصرين. نعم. نعم طبعا. وكذلك أن يؤدي الحقوق ليست فقط المادية وكذلك المعنوية. نعم. إذا اغتاب أحدهم فليذهب وليطلب منه السمحة والصفح. واحد سأل أحدهم: لقد اغتبتني. قال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهما أولى بحسناتي منك. المؤمن يعتقد اعتقادا يقينيا أنه إذا اغتاب مؤمنا فسيأخذ هذا المؤمن من حسناته. لذلك في يعني موضوعات دقيقة جدا الناس في أمس الحاجة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من المفلس؟ يقولون: من لا درهم له ولا متاع. يقول: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا
وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يا رسول الله، إن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، حقوق العباد. قال: هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة، فما قولك بما فوق الهرة؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين أن حقوق العباد خطيرة جدا، لا بد من أن تؤدى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. فيجب أن نحذر أن نأخذ ما ليس لنا. إذن هذا هو الذنب الذي لا يترك، لا يترك حتى يؤدى، ومن ثم تكون التوبة أو يتسامح صاحبه. نعم. طبعا هذه الذنوب التي لا تترك لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. نعم. وكأن الله جل جلاله إذا اصطلح اثنان وتسامح لا يتدخل. لك عندي مبلغ، سامحتني به انتهى الأمر، أو أديته لك. أما هذا الوهم الساذج، هذه الفكرة السخيفة، أنني أحج إلى بيت الله الحرام وأعود وقد غفرت كل ذنوبي، لا، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة. هذا الذنب الذي لا يترك. بالمناسبة، يعني هناك عبادات شعائرية وهناك عبادات تعاملية، وأنا أوقن ومعي دليل قوي على أن العبادات الشعائرية لا تقبل كالصلاة والصوم والحج إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. لذلك حتى أن بعضهم ذهب إلى أن ما يتعارف عليه بالتعبير الشرعي عبادات ومعاملات. نعم. أن المعاملات هي عبادات. نعم، عبادة من نوع آخر. نعم. أنا سميته عبادة تعاملية. نعم. فما لم تصح العبادة التعاملية لا تقبل العبادة الشعائرية. كأن العبادة التعاملية العام الدراسي، في حضور وفي انتباه للمدرس وفي كتابة وظائف وفي مذاكرات وفي امتحان. أما العبادة الشعائرية ساعات الامتحان الثلاثة، ما قيمتها إن لم تكن قد حضرت المنهج؟ العبادات الشعائرية يعني هي مناسبة لقبض ثمن العبادات التعاملية. فمن لم يؤدي العبادة التعاملية، ألم يقل سيدنا جعفر للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية. قال: حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان. الآن دققوا: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فكأن الدين مجموعة قيم أخلاقية. صحيح. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا ألح على العبادات التعاملية، هي مشكلة المشكلات. هنا المطب الأكبر الذي وقع فيه المسلمون، وما أحوجنا لذلك. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قل: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. من حج بيت الله الحرام بمال حرام وضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هذه العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخلاق كلها في ثلاث نقاط. قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه. إذا حدثك فهو صادق، وإذا عملك فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف.